قال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب إيهاب محمد الفار إن افتتاح عدد من المشروعات القومية في وسط سيناء والإسماعيلية اليوم يتواكب مع الذكرى 73 لتحرير سيناء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مول تجاري على مساحة تقدر ب 7000 متر مربع بالإسماعيلية وثماني مجمعات محلات ومطاعم، فضلا عن سوق حضري للأسماك على غرار الأسواق العالمية على مساحة تقدر بثلاثة أفدنة. بإطار توجيهات سيادته بإنشاء 100 مول تجاري على مستوى الجمهورية لتوفير السلع بمختلف أنواعها بجودة عالية وبقيمة سوقية عادلة، ولتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، تم إنشاء مول تجاري على مساحة 7000 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء 8 مجمعات محلات ومطاعم. واستكمال لأعمال تطوير بحيرة التمساح، تم إنشاء نادي الواحة على مساحة 6 فدان للعاملين بهيئة قناة السويس من أهالي الإسماعيلية، يشمل على مبنى اجتماعي، حمام سباحة أولمبي، مجمع ملاعب. وللتغلب على مشكلة الأسواق العشوائية لبيع الأسماك وخلق بيئة صحية للبائع والمستهلك، تم إنشاء سوق حضاري على غرار الأسواق العالمية على مساحة 3 فدان، يشتمل على ساحة للتداول، 6 مطاعم، 30 محل لبيع الأسماك، مصنع لإنتاج السلج، مصنع لإنتاج العبوات الفوم، مصنع لفرم المخلفات وتحويلها لأعلاف.